ولاحظ مثلا عندنا اليوم في اليمن هناك شغل كبير ومتنوع وواسع ومن جهات كثيرة، لأن القطاعات الشيطانية متنوعة وواسعة، والشيطان أقسم أن يأتي للإنسان عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه من كل الجهات، تحت كل العناوين تشتغل. ولهذا عناوين منها تأتي كعناوين دينية بالعنوان الديني، يأتي يشتغل لك بالعنوان الديني. هناك اليوم عندنا في اليمن أشكال كثيرة من الحرب التي تستهدفنا في المبادئ والمفاهيم، حتى في المبادئ الرئيسية، حتى في الانتماء الكلي للإسلام. اليوم استجد في ساحتنا اليمنية نشاط جديد يأتي ضمن هذه الحرب، هو نشاط البهائية، تحرك البهائية المستجد اليوم في ساحتنا اليمنية. هذا القادم وهذا الوافد الشيطاني إلى بلدنا يطعن في الإسلام بكل صراحة ووضوح، يشن حربا فكرية ضد الإسلام، تضليلية ضد الإسلام كدين، ويسعى إلى الإقناع للبعض للخروج عن الإسلام والارتداد عن الإسلام والكفر بهذا الإسلام. ويلقى هذا النشاط يلقى اهتماما ورعاية ودعما ومساندة من الغرب. ما إن مثلا تقوم الدولة ضمن صلاحياتها القانونية والدستورية بأي إجراء إلا وبدأ البريطاني يصيح والأمريكي يصيح والفرنسي يصيح والأوروبي يصيح، كل يصيح من هناك. أين منشأ هذا النشاط؟ منشأ هذا النشاط وانطلاقته ومنبعه يتجه من مدينة عكا في فلسطين المحتلة. إسرائيل تحتضن هذا التحرك، ترعى هذا التحرك، تؤمن لهذا التحرك الحرية الكاملة لينطلق من هناك، من داخل هذه الرعاية الإسرائيلية إلى بقية العالم، ويتحرك كل تركيزه في الطعن على الإسلام، في التشويه للإسلام، في السعي إلى دفع المنتمين للإسلام للخروج عن هذا الإسلام والكفر بهذا الإسلام. هذا ضمن الحرب الناعمة، هذا استهداف عدواني يشتغل ضد الإسلام لإخراج الأمة من الإسلام والكفر به.